أشواط الحقائق للفترة الصباحية الأشواط النقدية، وهي 30 شوطا في صباح الغد والانطلاق في تمام الساعة 5:30 صباحا، بينما أشواط المساء ستكون للجوائز العينية، الجوائز السيارات والجوائز الكبيرة التي ينتظرها متابعين وملاك الهجن في كل مكان، والانطلاقة ستكون في تمام الساعة 2:00 PM. أيها الأعزاء، انطلق قبل قليل هذا الشوط الثامن، هذا الشوط خاص بالحقائق القعدان ومقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول مباشرة، حامل الرقم 13 العارض على المركز الأول، تعود الملكية لسعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، التضمير مع علي بن حمد بن مقارح المري، دور المركز الثاني بدران لسعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، فرج بن ناصر بن حفيظ في عملية التضمير، المركز الثالث منصور يصل على ثالث المراكز ويتقدم ليخطف المركز الثالث لسعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، التضمير مع فرج بن ناصر بن حفيظ المركز الخامس لهجن شيحانية يتقدم بدوره ويختطف المركز الرابع في هذه اللحظات، التضمير مع علي بن حمد بن حلفان المري واسمه سراب لجن الشحاني المركز الخامس، من يتقدم مقصص لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني وفهد بن سالم بن مسعود في عملية التضمير والتسيير، العارض على مقدمة الشوط يا العارض، هذا هو العارض على مقدمة الشوط، ولكن مقصص وأيضا من الجانب الآخر سراب لجن الشحانية، ولكن مقصص ينطلق ليقص شريط 700 متر الأخيرة بهذا العرض المثير، بهذا العرض الكبير، ما شاء الله تبارك الله على مقصص، هذا هو مقصص يعلن بأنه بطل هذا الشوط، قفل هذا الشوط تقفيل خاص باسم مقصص، أعلنها بأن هذا الشوط خلاص المقصص وبس في هذا الشوط، إذن يحكم القبضة والسيطرة مقصص على ناموس الشوط، الله يا مقصص، إذن مقصص متابعينا الأعزاء لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني، تهانينا على هذا الفوز المستحق وعلى هذا الفارق الكبير ما بين مقصص وما بين بقية المراكز، واشكرك يا بن مسعود فهد بن سالم بن مسعود مبدع مع هذا الشعار دائما وأبدا. إذن السلامات تتجه إلى عزبة سعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم آل ثاني، وسلام يا مقصص، سلام على هذا العرض الممتاز والتوقيت اللي في خطر لحظات الوصول، تهانينا أيضا للمضمر فهد بن سالم بن مسعود المري، المركز الثاني يصل فيه سراب لجنة الشحانية، المركز الثالث منصور أو المحيط لجنة الشيحانية، المركز الرابع المفدع لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد آل ثاني، المركز الخامس منصور لسعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، التضمير كان مع فرج بن حفيظ، هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، مقصص يبدع في هذا الشوط، حجم مقصص صغير ولكن أداء مقصص وأيضا عطائه في الشوط كبير كل الغاية، إذن نشاهد مقصص ولحظة انطلاقة الشوط، انطلاقة موفقة بجهود كبيرة من أعضاء اللجنة المنظمة لسباقات الهجن وتنظيم مميز، نشكر سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني الحاضر والمتابع دائما لأشواط ميدان التحدي وميدان الشيحانية على كل ما يقومون به رجال اللجنة المنظمة لسباقات الهجن من تنظيم مميز، هذا هو مقصص، نشاهد مقصص قبل إصدار الأوامر عليه واستجاب عندما طلب منه الانطلاق، هذا هو نشاهده على المركز الرابع في هذه اللحظات يحمل الرقم 12 وانطلق انطلاق صاروخي ليحقق المركز الأول ويختطف ناموس الشوط، وهذه النقطة لصالح مقصص ليسجل اسمه في كشوفات الفائزين في هذا المساء، إذن 12 شوط و12 مميز ومميزة، ستحصل على المراكز الأولى نجوم نسميها نجوم هذا المساء، هذا أحد النجوم الذين لاح نجمهم في هذا المساء، هذا هو مقصص، دقيقتين 53 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية، توقيت مميز، تهاني لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم آل ثاني، والتهاني موصولة للمضمر فهد بن سالم بن مسعود المري، المركز الثاني وصل فيه سراب، هذا هو سراب يصل إلى خط النهاية، دقيقتين 58 ثانية 53 جزء من الثانية، تهانينا والناموس
لمالك سراب لهجن الشيحانية، المركز الثالث أيضا لهجن الشيحانية كان الوصول مع المحيط لهجن الشيحانية دقيقتين 58 ثانية 69 جزء من الثاني، هذا هو إنتاج المحيط شهد على المركز الثالث.